فرد واحد هو اسمه الله يرحمه توفي حاج جعفر شريف ديوجي من تجار افريقيا. قال انا تاجر لكن بنائي كل سنه اروح الى قريه من القرى في شهر محرم اقرا لهم واقرا مجان لاجل الهدايه اروح. قال فرد السنه رحت الى فرد قريه قبل محرم كان يوم اسالت من بعض اللي موجودين في القريه قالت عندكم قرايه؟ قالوا ايه. عندكم خطيب؟ قالوا لا ما عندنا. قال زين انا خطيب. يقول ودوني الى بيت. الى بيت شفت منظم هذا البيت فرد يوم قبل المحرم. كله ملبسي سواد ومنبر وزولية والأمور المرتبطة بالشاي موجود وكل شيء. صار ظهر. قال ظهر صار ما سمعت أذان. سأل صاحب البيت ما سمعت أذان. قال أذان شنو؟ قلت أذان مال الصلاة. قال صلاة شنو؟ قلت إذا ما عندكم يمكم مسجد. قال مسجد شنو؟ قلت أنتوا عاد شنو دينكم مذهبكم؟ قالوا إحنا بوذيين. قلت عجبت. قلت عاد قراية شلون تقرون؟ قال إحنا من آبائنا يقرون. فرد واحد شهيد مظلوم يقول صعدت المنبر. صعدت المنبر قلت الحسين جاي هنا في قريتكم لكن كم واحد ما جايين في قريتكم؟ واحدهم ابو الحسين علي بن ابي طالب ما جاي. واحدهم جد الحسين رسول الله ما جاي. واحدهم اله الحسين الله ما جاي. انا هالسنه اجعل الحسين واسطه حتى يجيب الله ويجيب محمد ويجيب علي. يقول من الليله الاولى انا شرعت باصول الدين والله شنو النبي شنو معاد شنو ائمه شنو. يقول فرد تلهفهم يستمعون لانه ناس طبيعيين بسطاء عاديين ما مخربهم الاهواء والاتجاهات. يقول الى اخر العشره كل القريه تبدلوا مسلمين شيعه كل القريه وعلمتهم الصلاة حسب الليات مكان وكذا وإلى 13 بقيت هناك وأرشدتهم بينت لهم أحكام صنعوا مسجد وأذان وشيء وطلعت من القرية 13 محرم. إذا هذا الشخص يجيبوه يوم القيامة وإحنا ما يجيبونه حجي جعفر الشريف ديوجي تاجر.